هنا بعيش لا يضيق وما اشتقى. آمين. في جنات الفردوس يخطو واثقا. آمين. مع خيرات الأصحاب يزهو ألاقا. صباح الخير مع مشاركة صباحية جديدة أولى في هذا الصباح مع نهاية الأسبوع. نشارك الطالبة ريتال بنت هلال بن خليفة العدوية ريتال من مدرسة دار المستقبل بولاية العامرات. السلام عليكم ريتال. ريتال السلام عليكم. صباح الخير ريتال، كيف حالك؟ سنعاود الاتصال بريتال إن شاء الله مع اسمها الجميل. والصباح الخير لطيب التواصل أبو يامن الكحالي، ربي يسر لنا ما تعسر من أمورنا وحقق لنا ما نتمناه. صباح الخير لكم جميع المستمعين الكرام، وصباحكم فرح وضحك. صباح الخير للذين ينسون كل همومهم مشاكلهم آلامهم كلها صباح، ويقبلون على الحياة وينطلقون بكل جد واجتهاد. نرحب مجددا بالطالبة ريتال بنت هلال العدوية من دار المستقبل بولاية العامرات. السلام عليكم ريتال. وعليكم السلام، كيف حالك؟ زين بخيرة. انت كم عمرك ريتال؟ 6 سنوات. العمر كله ان شاء الله. وايش معنى اسم ريتال؟ ها؟ ريتال ايش معنى؟ ذاك عديدك اني لا نحتاج المال واحنا هنا. يلا زين نبدأ، قولي لا أحلامنا تكبر بنا هنا، تصريف دمنا شموس عمرنا تكبر بنا. أحلامنا نكتب الحكاية، نمنح العطايا لأهلنا في وادنا. جميعنا إن عمل نساهم، حاضرا بحاضر صباحنا نبني عمان جميعنا. ما شاء الله يا ريتال صوتك جميل، من اللي حفظك هذا النشيد؟ بابا. تحية لي والدك. وانت اخبارك ريتال، كيف الدراسة؟ زينة الدراسة؟ حلوة زينة، حلوة واجد حلوة. ايش درسوكم؟ درسونا الف باتا. أه. واليوم درسونا اليوم امس حرف الفاء والقاف والكاف لام ميم نون هاء واو. عاد لما نخلص نروح كولجنا لما نكبر. ما شاء الله ريتال، وانت كل الحروف حافظتنهم؟ ها؟ كل الحروف حافظتنهم؟ ايوه. زين قولي لنا ريتال كم حرف فيها؟ يلا حرف الراء الف ب ت زين ث جيم ح ق دل ذل را زاي سين شين صاد ضاد عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون ها واو يا. ما شاء الله، تحية كبيرة للشاطرة ريتال. انزين وايش يدرسوكم بعد غير الحروف؟ وايش يدرسوكم غير الحروف؟ بس هو هذا. ورياضيات ما يدرسوكم حساب؟ يدرسونا. انزين يلا قولي لنا 2 + 2 واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر إثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرون. ما شاء الله يا ريتال، أنت شاطرة ريتال متميزة. زين انتقلتي لنا. فرحانة اليوم. لا فرحانة ليش؟ عشان اليوم، عشان اليوم إذا على حالي. نحن اللي فرحانين، نحن واجد فرحانين انك انت مشاركتنا. انت خبرتي صديقاتك؟ ايوه. ايش قلتي لهم؟ سمعوني في الراديو.
وتو هم يسمعوك؟ ايوه كلهم. امي وابوي راح يسمعوني. وين راحوا؟ تحت في السياره يسمعوني. والله اكبر تحيه حر ريتال. اقول لك ريتال، ها وانت ما تريد تسمعي نفسك بعدين؟ اريد اسمع نفسي. زين بعدين الساعة 12 نحن بنرسل لك على تليفون أبوك وسمعي اللقاء. أوكي باي. يلا لحظة لحظة، تعالي تعالي ما خلصنا، صبري هم بتروح. أوكي. قولي لنا قصة. ها؟ قصة قصة، حافظة قصة؟ قصة لا ما حافظة. زين خبرينا يعني، قولي لنا شيء ثاني. بس أبوي حافظ. لا بس أنا أسمع أبوي وبعد بعدين هو يقرأ. يقرأ هو بعدين أنا أسمع. زين لكن ما أحفظ. ليش ما تحفظي؟ زين يلا تذكري شيء؟ ها؟ ما تتذكري ايش قال لك قصة ابوك اخر مرة؟ لا لا بس عندي قصة لكن هو يقرأ لي انا ما احفظ. زين عندك نشيد غيره؟ لا مال. لا 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 نريد المال. ها؟ هذا النشيد اللي يقول لا 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 نريد المال. قولي قولي. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا، جورة هنا هنا في القلب تلالا، كنت انت جمال. لا 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 اتقبلهم الناس لست اقلده الا بما ارضيني يا ارضيني. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا، جورة هنا هنا في القلب تلالا، كنت انت الجمالا. لا 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 اتقبلهم الناس لست اقلدهم الا بما ارضيني كارضيني. ما شاء الله يا ريتال حافظنا كل النشيد. ايوه. زين انتوا في الاجازه وين تروحوا ريتال؟ الحين انا في البيت. وفي الاجازه وين تروحوا تلعبوا؟ حديقه. اها. ونروح البحر. اول كان نحن رحنا صلاله. وكيف صلاله حلوه؟ ايوه. ايش فيها حلو صلاله؟ لا بكره هم اختي يروحوا. ليش ما تروحي معهم؟ لأنهم ما رايحين صلالة، نحن رحنا صلالة. وهم وين بيروحوا؟ ها؟ هم وين بيروحوا؟ هو يروحون هند وصلالة. زين انت ايش حبيتي في صلالة؟ ايش حلو فيها صلالة؟ لأن فيها نطاطية ألعاب من السيارات. نطاطية من الزحلوطة. زين حتى هنا في مسقط شيء؟ ها؟ في مسقط ما في شيء؟ وش؟ في مسقط ما في هذه الألعاب ما موجودة؟ ما عرفت أنا، نحن ما رحنا مسقط. أنتِ توين؟ ما في البيت؟ ما في العامرات؟ في العامرات. زين ريتال، ريتال أنتِ يوم تكوني كبيرة إيش تتمني تكوني؟ مهندسة في البترول. مهندسة في البترول؟ ها؟ مهندسة في البترول؟ أيوة. وين هو البترول؟ أبني عشان أبني عمان. ما شاء الله عليك يا ريتال. زين خبرينا يعني وين بتشتغلي في البترول؟ وين؟ ها؟ وين بتشتغلي؟ في الماء البترول. في الصحراء؟ أيوة. زين هناك ما شي ألعاب؟ إلا ما رح ألعب. بس تروح تشتغلي ريتال؟ ريتال انقطع الخط في الاتصال مع ريتال، نريد نرجع لها عشان خط. ما شاء الله عليها ريتال. أهم شيء ريتال تريد تكون مهندسة بترول في المستقبل. تحية لهذا الألق الجميل، وتحية لكل هذه البراءة والعفوية الجميلة من المهندسة الصغيرة ريتال. ريتال فرحانة انها مشاركتنا اليوم. نوجه
أكبر وأجمل تحية للطالبة ريتال على هذه المشاركة الصباحية الأنيقة والجميلة والبريئة. ما شاء الله على المهندسة ريتال، تحية طيبة لها ولأهل العامرات من علي بن سيف الجبل الحسني. ما شاء الله على ريتال جريئة رغم صغر سنها، الله يحفظها نصر الحسني. أيضا أبو رنيم الله يبارك في مهندستنا الصغيرة. وسعيد ما شاء الله على المهندسة سولف تبارك الرحمن. ريتال وين رحتي؟ الحين أنا في البيت، ما رحت مكان. لا نحن اتصلنا فيك ما قدرنا نكلمك. هو ليش؟ سكرت تلفون. لا انزين يلا ما كملتي السالفة. انت وين بتشتغلي؟ في مهندسة بترول؟ ايوه. في الصحراء؟ ايوه. عادي ماشي العاب؟ أيوة. ماشي تجلسي هناك؟ ماشي العاب في الصحراء. وبتشتغلي كله تراب؟ لا شيء ريتال تعرفي، شيء شركات هناك كبيرة عندهم كل شيء، بس انت شدي حيلك. اوكي شدي حيلك في كل المواد في كل الدراسة. اريد اشكر. تشكري من؟ قولي يلا. اريد اشكر امي وابي وجدتي وجدي وعائلتي واصدقائي واستاذتي ريا، هي اللي علمتنا. ايش تعلمكم؟ درسنا يعني في المدرسة. زين انت اليوم متى بتروح المدرسة؟ متأخر اليوم؟ هيوة ترى بغي اكلمك. ابغى تكلميني عشان تريدي تروحي؟ هيوة بس اكلمك ورايحة. لكن عادي ما بيقولوا لكم شيء في المدرسة؟ يقولون الا بيقولوا لك ليش متأخرة؟ ايوة. وش بتقولي لهم؟ اقولهم لان انت من اسمك؟ انا اسمي راشد. استاذ راشد. لين ريتال والله انت استاذه. زين ايش بتقولي لهم؟ هذا استاذ راشد اخر بي. اها بتقولي لهم هذا استاذ راشد اخر بي؟ ايوه. وعادي بيرضوا؟ ها بترضى استاذ ريا؟ ما بتقول شيء؟ ما بتقول شيء. زين بتقولي حال صديقاتك انك شاركتي اليوم وانت فرحانه؟ ايوه. زين ريا ريتال ها ايش بتقولي لنا بعد غير؟ ها ايش بتقولي شيء غير بعد؟ ما اقول شيء بس هو انتوا ما سافرتوا برا بالطائرة؟ ما رحتوا برا؟ ما سافرتوا برا عمان؟ لا نحن بس صلالة وبس رجعنا خلاص. وحلوة صلالة يوم رحتوا؟ ايوه فرحانين كلنا. حتى اخوانك الاصغر عنك؟ ايوه. من اسمهم؟ بكره يروحوا ما اليوم. من هم؟ هم اخوان عفراء. اها انت ما عرفتهم؟ ما في قلوبك اسم عفراء؟ لا بس قالوا لي ريتال، قالوا ريتال هي بتشارك. قلنا لها زين تم. رسلولك من عفراء. بعدين رسلولك صورتي. ايوه صورتك. ايوه وصلتنا صورتك ما شاء الله، صورتك حلوه. من اللي حاط لك وردة فوق في الصورة؟ الا ابك سناب. ايش يعني سناب؟ ايش كذاك سناب؟ ايش هو هذا السناب؟ سناب يسوي لي، حتى عمي يسوي لي سناب كلهم. انتي متى بتجينا هنا الاستوديو؟ ها؟ ليش ما تجي هنا معنا الاذاعة؟ بجي خلينا اخلص مدرسة واجيكم اليوم؟ ايوه. لا اليوم ما يصير، اليوم نحن خلاص الساعة 10 بنروح، انت بعدك في المدرسة، لكن الاسبوع القادم تعالي معنا يوم من الايام، زين؟ ما تنفع تعطونا هدية نحن؟ من ما اعطاك هدية؟ انت تعالي هنا معنا ونحن بنعطيك اكبر هدية. اوكي. زين؟ حتى بابا بيشتري الايباد. بابا بيشتري لك ايباد قال لك؟ ايوه. متى بيشتري لك؟ اول شيء خلصي أراك المقدمة بعدين بشتري لك. وأمك إيش بتعطيك هدية؟ ها؟ وأمك؟ ماما؟ أمي ما عارف تعطيني ولا لا. إنزين ريتال يلا مع السلامة. مع السلامة. إلى اللقاء. أحبك واجد. وأنا أحبك واجد ماما. إلى اللقاء. إلى اللقاء مع السلامة. مع السلامة. باي.